صعبة كفكرة جديدة على مدينة الخليل. فيما بعد يعني اشتغلنا على موضوع انه تعزيز بعض الأفكار الإيجابية اللي هي من خلال توعية الناس بأهمية الموسيقى. لما احنا نجحنا في ان نعزز هاي الأفكار يعني كان في إقبال جيد من الناس، وحاليا يعني احنا فكرنا في التوسع في الأشهر القليلة السابقة. عندنا مجموعة من الآلات الأساسية اللي بنشتغل على تعليمها، اللي تعتبر آلات أساسية: بيانو، كمان، عود، جيتار، قانون. بندرس آلات إيقاعية. طبعا بالنسبة للأعمار فما في عمر معين. الفئة المستهدفة على الأغلب، يعني الفئة اللي إحنا اهتمامنا الأكبر فيها، اللي هي فئة الأطفال. ليش؟ لأنه الطفل يعني لسن 15-16 سنة فيك تقول بإمكانك تزرع فيه الإشي اللي بدك إياه، تزرع فيه الثقافة اللي أنت بدك إياها، فبيكون قابل لأنك تزرع فيه هاي الثقافة. اللي بتواجهنا أول إشي في عنا إحنا يعني الخليل كمدينة محافظة، يعني كان في فكرة ترتبط كلمة موسيقى مثلا بأنه موسيقى يعني في انفتاح مثلا أكثر، وإحنا هون يعني كمدينة الخليل وهي معروفة كمدينة محافظة هذا إشي كان صعب. في عنا كمان قناعات الناس في موضوع مثلا أنه الطفل لسن معين بيفكروا إنه هذا مش جاهز لإنه يتعلم موسيقى. إحنا في وطن كل